وأيضا تطرقنا إلى العدوان من جانب الجيش التركي على الأراضي العراقية واستشهاد مجموعة من المواطنين العراقيين والخطوات الدبلوماسية التي سوف نتخذها في هذا المجال وفي هذا الإطار ضد هذا العدوان. تطرقنا إلى التحديات الدولية وخاصة الحرب في أوكرانيا وتأثير هذا الحرب على المجتمع الدولي، وتطرقنا إلى التهديدات للأمن الغذائي والأمن الصحي وأبعاد هذا الحرب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وكيفية التعامل مع هذه الأزمة في بلداننا. كانت هناك مقترح في الجامعة العربية والمقترح تحول إلى عمل، حيث تم تشكيل الاتصال مجموعة الاتصال من وزراء الخارجية للدول العربية للتعامل مع هذه الأزمة الدولية الكونية. لقاء مهم بين الجزائر والعراق، فرصة سانحة للمساهمة في بلورة هذا التصور لمكانة العالم العربي من الإعراب، لمكانتنا في المستقبل القريب، خصوصا على ضوء جدول الأعمال الهام الذي سيعرض على قادة الدول العربية في قمة الجزائر التي ستنعقد إن شاء الله يومي 1 نوفمبر و2 نوفمبر في الجزائر.